كان فيها مريض الطسنة. كي كان فيها مريض الطسنة داوني يسمى داوني الدار، كنت صغير. قبل 13 سنة عشت مليح؟ عشت بيان؟ كنت لاباس. صحة بخير؟ كنت لاباس بيا، ما عنديش كاع الأعراض هذوك اللي حكموني ملي درت الأوبيراسيون. داروا لي لوبيراسيون هذيك وعاودوا. واش صرا قبل ما يديروا لك لوبيراسيون؟ واش يعني باش مرضت؟ درت عملية على عند الكلاوي هنايا. 13 سنة. قل من 13 12 هكاك ولا. كي داروا لي العملية هذيك كي خدرني الطبيب هذاك وكاع كسر لي البرا الداخل. البرا باينة في الراديو تعيط فيها ثلاثة سنين. في مستشفى؟ لا لا عند بريفي. عند بريفي. عند بريفي. عند بريفي. فيها ثلاثة سنتيم ونص. كي خلاها الداخل مش ما هضرش عليها، ما قالش بلي وديني كسرت له البرا الداخل ولا كان على باله؟ باينه. انا جاب لي ربي باينه بلي على باله، وانا ما نسمحلوش عند ربي هذه نتلاقى معاه بيسك كواط وتودرو وكاع، بصح عند ربي نتلاقى معاه كيما يقول لك العداله الالهيه كاينه. كاينه. ريسونسيال ان شاء الله ان شاء الله بالك يشوفني دوكا كاع، بالك يشوفني يتفكر ويجي في راسه بلي ودي بالك الا مازال حيه بيسك عندها شويه. درت العملية؟ درت العملية. وليت مليح؟ درت العملية وش مليح ضيع لي حياتي. حياتي ضاعت ملي درت العملية، خلى لي البرا هذه، البرا هذه ضيعت لي حياتي. لا بعد يعني انت بعد العملية ولا الأعراض؟ ما قالش هو ما هضرش، الأعراض بزاف. سطر شوفي سطر هذه الجهة كاع اللي فيها البرا. نص هذا كاع سطر. دايما. يعني في بلاصه حساسه في العروق؟ بلاصه حساسه عند العروق وعند العصبه وعند بيش على ما قدروش يديروا لي العمليه هنا، قالوا لي واعره بزاف هنايا، قالوا لي روح عيش بها. كيف انا عيش بها؟ انا عيش بها، انا عيش بها. كل ما دارت لي كره كل ما رقدتش كيما العباد، قسما بالله ما رقدت كيما العباد. سطر سطر عظيم. دوك راني ماكل راني ماكل دواء تاع السطر، بالك بالك كل ما ناكلش دواء تاع السطر كوراني دوكا طايح قدامكم. وقتاش بداوك الاعراض؟ بعد العمليه؟ اعراض بعد العمليه بيس كنت عايش عند جده انايا. جده كبيره شويه ما تعرفش. شغل كنت نخرج بزاف نطير الماء وما على بالهاش، هي تقول لك غير ريح ريح ريح. وما بديت نكبر شويه، بديت نكبر بالعقل، بديت بيش ما على باليش بلي فيها البرانايا. دوكا ما على باليش بلي الطبيب هذا هو اللي مرضني هكا. كون قال عليها انا من صغري نبدا نجري عليها ولا يجروا عليا ولا. هيا كي وليت نروح للطب يقلبوني ما يديروش في بالهم بلي الانسان هذا فيه البرا. وانا ما نديرش في بالي بلي فيه البرا. قلبني ما غادي يقول لي اسمع، يقول لي يا ودي راك تخايل في السطر تاعي، ما عندك والو. ما عندك والو. ايه. نخرج انا يا يعطوني الدواء هذاك تاع لي جون بول وكاع، جده مسكينه كبيره تقول لي روح كولو بلاك كي تكملوا يثبت برا. انا ناكل منه شويه ومن بعد نبقى نلقى الحاله تاعي كيما هي، مازال السطر هذاك ما صرا لي والو. ليسونسيال على هذه الحاله، على هذه الحاله نجري نجري نجري. ليسونسيال دورو لي نصورو. كنت شويه دوكا مانيش نقدر نخدم كاع، دوكا راني نمشي شويه انايا، كنت شويه نكون باطي شويه، كنت ندورو لي نصورو نخدم نروح نتعطيه للطبا ما يكذبش عليه. نجري نشري الدواء يقولوا لي طبيب مليح، وين يقولوا لي طبيب مليح نروح. ايا من بعد لحقت لي واحد اللاج وليت خلاص شغلت عن بالهم تسكنت في الدار. شغلت نطيح في الارض تقبضني شغلت كيما لاكريز مسطر بزاف وبالبكا نبكي بالدمع. وما على باليش انا باللي شغلت انسان انسان فيه سطر كومبلي ومشى كاع طبا ودار كاع التيارات وما عنده حتى مرض بصح سطر دائما. هيا كيفاش حتى فقت؟ ربي هكا كما حاجة تاع ربي. شغلت انا قلت للطبيب تأمني بلي انا قلت للطبيب اعطيني ندير راديو، يعني بالشك في امري انا اعطيني ندير راديو ليا رام. درت ليا رام. عنده عنده ملي فقت لها عندي 4 سنين. طالي درت لي رم طاوني بربع ملايين درت. دوكا في عمرك 39 سنة. 39 سنة. درتو بربع ملايين شفالها. كي درتو دخلت في ذاك الاخر هذاك بلانكار هذاك الوش موليد تاع تاع ايه. قالت لي راهي عندك حديدة. وهذيك شغلت انا ولا جوج، جوج كانت معايا يما ماشي جدة. قالت لي ما عندك والو حديد. قلت لها يا اخي سيبو
ما كان والو، نحيت حوايجي لبست هذيك الاخرى هذيك ورا الحديد. قالت لي ليسونسيال تصوني عندي في سهنة التحديد. خلعت انا نكذب عليك، خلعت وفرحت وتسيب عرفت وراه قال لك اكتشاف الداء نصف الدواء. فوالا انا كشوف طلع لي المورال ووليت لاباس، فيش كنت من قبل قريب نهبل سيبو خلاص. كانوا يبعثوا لي حتى لي بسيكولوج كاع، رحت وليت نمشي نداوي عاد لي بسيكولوج ولي بسيكولوج ثاني. كي نروح عندهم كي ندخل عندهم نلقى العباد هذوك تماك، نبدا نقصر معاهم ما كانش نلقى الحاله تاعو كيما تاعي. نخلع نشوف العباد قاعد تماك، شغل كل واحد واش عنده، واحد ما يقدرش يرقد، واحد عنده وسواس، واحد منا واحد منا، وانا كي نقصر معاهم ونشوف تستر نقول انني وحدي مالا، يعني وحدي مع العباد هذوك. كي ندخل للطبيب الداخل ليسونسيال يا عمرو لي الدواء ندي انا ناكلو الدواء ما نكذبش عليك، شغل ناكلو لا انسان ما عندوش قال لك الحصله في صدره تشد، ما عنديش حل انا الله غالب ما كنتش نرقد مسطر، قلت بالك هذا الدواء كي ناكلو ما حنا ما حيليش السطر بصح نقدر نرقد كيما العيب هذوك. مخدرات؟ ماشي مخدرات، لا لا ماشي مخدرات، دواء شغل تاع نورمال تاع وسواس، تاع وسواس قهري وكا ماشي قاصح بزاف عادي ماشي اللي يحكم ولا. أنا إذا كليتهم بعد قستو نورمال، تبعتهم قريب واحد سبع سنين ولا ثمانية لي بسيكولوج، من بعد الدواء تاعهم نورمال قستو كاع ما أثرش عليا. شكون اللي قال لك بلي البرا هذيك؟ قلت لك كي رحت عند هذه منها بانت هذه، كي رحت عند درت لي عاود رجعت للطبيب هذاك حديدة إيه، عاود رجعت للطبيب شفتو الطبيبة هذيك، قالت لي ليسونسيال عندك البرا هنايا فيها 3 سنتيم ونص، راهي على حسب الباصه قدام الباصه على حسب لوبيراسيون اللي درتها. انا درت لوبيراسيون هنايا وراني مفتوح هنايا والبرايا هنايا، باي صورتوها نورمالمون كي تبان ديريكت تعيط. عندنا صور ايه. ايا كي عاودت وليت للطبيب قلت له شو طبيبه شافتها، قالت لي هاي عندك البرا عاود تبعثني. ايا قلت الحمد لله دوكا يقلوها لي، عندي 4 سنين وانا نجري. علاش ما قدرتش تنحيها؟ ماشي انا، هو ما الطبيب اللي نروح ليه يقول لي واعره، واحد يقول لي عيش بيها، واحد يبعثني تاع الاعصاب يبعثوني تاع الكلاوي، تاع الكلاوي يبعثوني للمسالك البوليه، تاع المسالك يبعثوني للاعصاب، ليسونسيال تلفوالي كل اللي نروح ليه يقول لي هذه ماشي تاعي، هذه ماشي تاعي، هذه ماشي تاعي. ما كانش يحب يتحمل المسؤوليه تاعها. ايه بصح بصح لازم يتحمل. دوكا وش عليه هذاك الطبيب؟ الطبيب هذاك كواطو تهدرو ولي داوني عمامي اللي هما اللي داوني سوا، وكواطو جده الله يرحمها توفات دوكا الله يرحمها ويسعدها، كواغط راحوا معاها. ويعني لا كلينيك ما رحتش لا كلينيك؟ ما كاش، انا كنت صغير عمامي قال لك نسيناه والكواغط تهدرو. معليش انا دوكا شفت بعد اشهر. انا دوكا شغل مانيش نحوس على الطبيب هذاك، هذاك الطبيب هذا قلت لك بينو وبين مولاه ما نحوش عليه، بيس كون جليت نحوس كون كواطو مازالو كاع قادر ندخلو للحبس وقادر نشارعو ونقبض عليه دراهم كبار كاع، بيس كضيع لي حياتي. بصح معليش بينو وبين نوكل عليه ربي سبحانه.